جردس العبيد بكافه تركيباتها الاجتماعيه دعمهم الكامل لقياده العمل القوات المسلحه والمؤسسه التشريعيه الوحيده والمتمثله في مجلس النواب والحكومه المؤقته المنبثقه عنه. هذا كما اكد اهالي منطقه جردس العبيد في بيان لهم رفضهم القاطع لاي شكل من اشكال التدخل الاجنبي في الشؤون الداخليه الليبيه التي تسعى بعض الاطراف المحليه لتمكينها في البلاد. منطقة جردس العبيد بكافة تركيباتها الاجتماعية في الوقت الذي تبارك فيه قبيلة العبيد تضحيات قواتنا المسلحة وانتصاراتها المؤزرة في درنة وفي الهلال النفطي، فإننا نستمطر شآبيب الرحمة على الشهداء وندعو بالشفاء العاجل للجرحى وبمتابعة أبناء القبيلة لمجريات الأحداث، فإننا ندين وبأشد العبارات ما يحاك من مؤامرات دولية ومحلية تسعى لعودة الغازي الغاشم لأرض الوطن، ونرفض رفضا قاطعا المساس بسيادته، وحيث لا يحتاج عاقل للتذكير بكفاح أجدادنا وتضحياتهم لتحرير الوطن، فإن الأحفاد صاروا على نفس النهج وذات الطريق، وها نحن اليوم نجدد دعمنا وثقتنا التامة في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ومجلس النواب، ونسخر كافة إمكانيات القبيلة من عتاد وأرواح لاستكمال خطى الأجداد في ملحمة الجهاد، وندعو كافة الجهات المسؤولة أيا كانت لعدم المساس بتراب ليبيا الطاهر الذي روي بدماء أبطاله الزكية، كما نذكر الجهات الحكومية بدورهم تجاه المواطن الذي بات يعاني الأمرين في حصول على قوته اليومي بينما تتصارع القوة وتتكالب على المناصب والمصالح الشخصية. دام الوطن ودامت سيادته وكرامته، وعاش كفاح الأجداد والأحفاد في قلوبنا نورا لدروبنا. توفي محمد عمر المختار نجل شيخ الشهداء عمر المختار الذي حارب الاحتلال الإيطالي عن عمر ناهز 97 عاما. شيخ تسعيني شارف المئة إلا قليلا، ملامح وجهه لا تعكس شيئا سوى التاريخ، يفوح من حديثه الماضي بكل تفاصيله، نجاحاته ونكباته. محمد عمر المختار آخر من بقي من صلب شيخ المجاهدين، وآخر من يحمل اسمه. والده رجل بحجم أمة، فهناك بلدان تعرف بأبنائها، وهناك رجال تعرف ببلدانها. لا تذكر الأراضي الليبية إلا وسيرة عمر المختار الذي حارب الاحتلال الإيطالي ببندقيته، ووقف أمام أسلحة الاستعمار المتطورة، وذكرى 11 من سبتمبر 1931 يوم سقوطه أسيرا ومحاكمته الهزلية وإعدامه صبيحة الأربعاء بعد 5 أيام أعدم جسدا، لكن روحه ألهمت الليبيين بالكفاح ضد أي استعمار. وكان نجل عمر المختار غادر الأراضي الليبية للعلاج وفقا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، إلا أن المرض أنهكه لكبر سنه، فقد كان يعاني من أمراض عديدة، حيث تلقى علاجا داخل البلاد وخارجها أكثر من مرة، وكانت الأخيرة رحلة علاج في الإمارات استغرقت 3 أشهر. توفي محمد عمر المختار الابن الوحيد لشيخ الشهداء عن عمر بلغ 97 عاما. رحل ابن أسد الشرى ليواري جسده الثرى، وتبقى ذكراه خالدة للأجيال القادمة والأجيال التي تليه. لقناة ليبيا الحدث، عبد القادر الهلالي. نعى مجلس النواب رئاسة وأعضاء الشيخ محمد عمر المختار نجل شيخ الشهداء عمر المختار رمز الكفاح والنضال ضد المستعمر الأجنبي في ليبيا والعالم العربي والإسلامي وشعوب العالم كافة. هذا فيما تقدم مجلس النواب بخالص التعازي وصدق المواساة إلى الشعب الليبي وإلى أسرة الفقيد وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وأن يتقبل الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء.
هذا فيما نعت الحكومة المؤقتة وفاة محمد عمر المختار نجل الشيخ الشهيد بإذن الله عمر المختار متقدمة بحر التعازي وصادق المواساة لأهله وذويه وقبيلة المنفى العريقة المجاهدة وكافة أبناء الوطن. هذا فيما بينت الحكومة أن الفقيد قد عاش عزيزا كريم النفس عفيفا نقيا تقيا محبا للخير ساعيا فيه داعيا إلى الإصلاح والعفو والتسامح حاملا كثيرا من مآثر والده الأسد الشهيد رحمهم الله وتقبلهما جميعا. أدان المجلس البلدي تورغا الممارسات التي وصفها بالاستفزازية والعنصرية التي تمارسها الميليشيات بحق المقيمين بمخيمات طرابلس أمام مرأى ومسمع حكومة الوفاق المرفوضة بغية إجبارهم العودة القهرية إلى مدينة تورغا على خلفية ميثاق ظالم حسب قوله. وأكد المجلس بيان له رفضه القاطع لمثل تلك الأعمال الإرهابية والغير إنسانية محملا حكومة الوفاق المرفوضة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية هذه التصرفات وما ينتج عنها. هذا فيما طلب البيان البعثة الأممية بالتدخل لوقف هذه التصرفات ضد أهليهم في مخيمات طرابلس حسب ما ورد في البيان. اعترف عضو المجلس الانتقالي السابق والتابع لجماعة الإخوان الإرهابية عبد الرازق العرادي أنهم أول من خطط لتنفيذ عملية فجر ليبيا. التقرير التالي والتفاصيل. تكاشفت النوايا المبيتة وسدل الستار على المشاريع الوهمية التي تدعمها الجماعات المتحالفة مع التنظيمات الإرهابية والداعمين لهم والذين لا يضعون حتى في أدنى تفكيرهم ليبيا التي يرونها وليمة يريدون تقسيم ثرواتها. تصريح جديد يبين ما مدى تواطؤ الإسلام السياسي الجناح الإرهابي مع الميليشيات الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادا، حيث احترف عضو المجلس الانتقالي السابق والتابع لجماعة الإخوان الإرهابية عبد الرازق العرادي وقال أنه وبمناسبة الذكرى الرابعة لعملية فجر ليبيا الذي وصفها بالثورة المضادة كانت تستعد للانقضاض على قوى ثورة 17 من فبراير وكان لابد من استئصالها بحسب قوله. أضاف العراضي أنه لن ولم يهتم بكل الخسائر الجانبية للبلاد والتي تلت العملية، كما ثمن على دور كل قادة ما تعرف بعملية قسورة وعلى رأسهم صلاح بادي والذي لا يخفى على الليبيين دوره الواضح في تدمير مطار طرابلس والذي عاث في العاصمة فسادا، وبذلك يتضح أن جماعة الإخوان الإرهابية هي من خطط وعمل على تنفيذ عملية فجر ليبيا والتي كانت خسائرها كبيرة على الليبيين، وهو ما أكده حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الإخوان الإرهابية في كل المناسبات كجسم سياسي داعم للعملية، مؤكدا اعتزازه وفخره بأنه أحد المخططين والمنفذين لهذه العملية الإرهابية. دلالة الصورة تشير إلى أن الأعراضي ومن على شاكلته يحاولون عرقلة المشروع الوطني، حيث خرجت هذه التصريحات بعد خسارة جماعة الإخوان الإرهابية أوراقهم السياسية واحدة تلو الأخرى، وانكشف وجههم القبيح بعد أن أميط اللثام عنهم محليا ودوليا بعد أن قضت عليهم القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر وأهدمت مشروعهم، والجنود البواسل عندما قضوا على الإرهاب ودعيمه في أغلب المدن الليبية. يوافق 13 من شهر يوليو ذكرى حرق مطار طرابلس العالمي، وذلك بعد أن خسرت جماعة الإخوان الإرهابية الانتخابات الديمقراطية. التقرير التالي والتفاصيل. يتزامن 13 من شهر يوليو مع الذكرى الرابعة إلى حرق مطار طرابلس العالمي وإعطاب أغلب الطائرات التي كانت موجودة به والتي قامت الميليشيات الإرهابية بحرقها، الأمر الذي أدى إلى توقف مطار طرابلس عن العمل في يوليو من عام 2014 بعد معارك طاحنة بالمطار، وذلك بعد خسارة جماعة الإخوان الإرهابية للانتخابات التي صوت عليها كافة الليبيين وانقلبوا على الديمقراطية، مما اضطر مجلس النواب إلى تغيير مقره من العاصمة طرابلس إلى مدينة طبرق.
خسائر كبيرة ترتبت على حرق مطار طرابلس العالمي على يد ميليشيات فجر ليبيا، من تعطيل الملاحة إلى توقف الرحلات الجوية الدولية إليه بسبب الوضع الأمني في العاصمة، والأضرار الكبيرة التي أصابت الطائرات والمرافق الرئيسية والمساندة. مطار طرابلس العالمي خرج عن الخدمة بسبب انقسامات سياسية تغذيها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، الذين أخفقوا في تطوير أي مقاربة سياسية تقنع الليبيين أنهم مستعدين لأن يكونوا شركاء، بل اتجهوا إلى إرهاب الليبيين ودعمهم وضمهم للجماعات الإرهابية المختلفة، ما جل الليبيين يرفضوا أن تكون هذه الجماعة الإرهابية جزءا من ليبيا الجديدة التي يقول الليبيون إنها آتية لا ريب. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. اليوم سنستعرض أبرز الخسائر التي تعرضت لها الطائرات التابعة لشركات الخطوط في ليبيا في هجوم الأمس وأيضا هجوم فجر ليبيا عام 2014. نبدأ أولا الخطوط الأفريقية. في هجوم الأمس الخسائر قدرت بأربع طائرات، إيرباص A330 وطائرة شحن A300 وطائرة أخرى A319، والطائرة A320 هي إحدى الطائرات التي لم يتمكن من إجلائها من المطار بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بها. بعد ذلك ننتقل إلى شركة طيران البراق. البراق لها خسائر طائرتان، وهي بوينغ 737-800 وبوينغ 737-500. هذه خسائر البراق الآن تصبح الحصيلة 6 طائرات. ننتقل إلى الخطوط الجوية الليبية، لها نصيب أيضا في هذه الحرب، حيث كانت لها خسائر طائرتان من نفس النوع وهي إيرباص 330، ولكن هناك مفارقة أخرى وهي لشركة خطوط الأجنحة التابعة للإرهابي عبد الحكيم بالحاج، لها طائرتان. إلى هذه اللحظة لم نتحصل عن معلومات كافية حول هذه الطائرات التي تمت إصابتها جراء اشتباكات الأمس التي حدثت بين كتيبة ثوار طرابلس وأيضا قوة الردع الخاصة مع كتيبة البقرة والزمرينة. أخيرا نستذكر سوية ونعطي كإحصائية للخسائر التي نشبت في العاصمة طرابلس والتي كانت جراء صراع ميليشيات هناك. قدرت الخسائر في مطار طرابلس عام 2014 بعد اشتباكات فجر ليبيا ب 90% من منشآت المطار قد دمرت، وعدد الطائرات التي دمر 21 طائرة. قدرت إجمالي هذه الخسائر ب 2 مليار دولار. ننتقل إلى إجمالية أخرى وهي إحصائية الطائرات التي دمرت من عام 2014 حتى عام 2018، وتصل العدد إلى 31 طائرة قد دمرت تماما. لربما هذا يعتبر جراء الانقسام الحاصل في العاصمة طرابلس وأيضا الصراع ما بين الميليشيات هناك أدى إلى كل هذه الخسائر التي تحدثنا عنها. هي خسائر كبيرة جدا، وصلت إلى 31 طائرة. يعتبر هذا العدد هو عدد مأهول جدا من الطائرات، وخسائر تقدر بالملايين، ويعتبر استنزاف وإهدار للمن العام، ويعتبر أيضا مساس بالأمن القومي. هذا كل ما لدي اليوم، لكم الصوت والصورة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف المهتم بقضايا الأمن القومي السيد فيصل براجة. أهلا وسهلا بك سيد براجة في نشرة الأخبار من ليبيا الحدث. وربما فجر ليبيا وذكرى تلك العملية التي انقسمت إلى شقين، شق منها سياسي وشق آخر هو عسكري، وكانت نتائج دمار وحرق لمطار طرابلس، وشق آخر سياسي بعد هزيمة نكراء لجماعة الإخوان الإرهابية للانتخابات، انتخابات مجلس النواب. دعني أسألك الآن عن مجموعة ربما الهجمات التي قادتها هذه الجماعة بشكل مباشر أو بغيره، واستمرت هذه الجماعة في فجورها حتى هذه اللحظة. كيف تقرأ الآن المشهد بعد سنوات من عملية فجر ليبيا، وكيف تمترست هذه الجماعة بالعملية السياسية، ولا يريد أن تخرج من المشهد أبدا؟ نعم، بداية مساء الخير أستاذ مصباح، الشكر لك وكذلك لقناتكم الموقرة وللمتابعين. نعم، عملية فجر ليبيا التي أطلقت في يوليو تموز 2014 يوم 13 يوليو حسب ادعاءاتهم وحسب رؤاهم، أطلقت هذه العملية لسببين. السبب الأول ضد الانقلاب على الشرعية التي وصفوها، ورقم اثنين الهدف الأسمى وهو الحفاظ على مبادئ ثورة 17 فبراير.
الحقيقة بأن هذه العملية أطلقت بعد شهرين من عملية الكرامة التي أطلقت في مايو أيار حوالي 2014، وأطلقت للسبب الآخر وهو المهم، وهو خسارة الإسلاميين عقب الانتخابات التي أجري في 26/6/2014. أطلقت هذه العملية لدى معرفة الإسلامجيين الخسارة في الانتخابات التي جرت في تلك الفترة، وبالتالي أطلقت هذه العملية بالتوازي في مدينتين، أطلقت في طرابلس وشاركت فيها معظم الدروع، وشاركت فيها كتائب مصرات القوية، وشاركت فيها ما يعرف بالدرع الوسطى. أما في مدينة بنغازي قادتها الدرع رقم 1 وفبراير 17 فبراير ورف الله الاتحاد وأنصار الشريعة. الهدف من هذه العمليات هو الواضح عبر كلام أحد منظري هذا الموضوع، وهو عبد الرزاق العرادي، وهو الحفاظ على ثورة 17 فبراير، وبأن ما تم تدميره وهو يعتبر أعراض جانبية ليست بهذه الأهمية. في الواقع بأن ما تم تدميره من منشآت في مطار طرابلس الدولي في المباني الرئيسية، أيضا الطيارات الرابضة والتابعة للبراق والأفريقية، والأهم حرق كثير من خزانات الوقود الموجودة في طريق المطار، أيضا الأرواح التي زهقت في هذه العملية. هذا يظهر بكل وضوح وبكل شفافية بأن الإسلام السياسي وعلى رأسهم جماعة الأخوان المسلمين التي وصفت بالأمس في لجنة الأمن القومي في الكونغرس الأمريكي بأن فرعين ليبيا وفرع اليمن بأنهم منظمات إرهابية، بل مضى التقرير بعيدا بأنه ذكر أشخاص بالاسم، ذكر عبد الحكيم بالحاج ذكره بالاسم، وللأسف لم يتحرك مجلس النواب في سبيل تغطية هذا الأمر المهم، لأن تيار الإسلام السياسي وعلى رأسه جماعة الأخوان المسلمين هم من عرقل عملية التحول الديمقراطي في ليبيا. عبد الرزاق العرادي بهذا العمل يفضح ويفرح نفسه بأن جماعة الأخوان المسلمين عرقلت عملية المسار الديمقراطي التي جرت في 2014. نعم. طيب دعني أسألك عن عملية التضييق على 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 الجماعة الآن من قبل الكونغرس الأمريكي وبعض المناشدات ربما من أذرع الجماعة أو حتى رأس الجماعة الآن. هنالك مناشدات للكونغرس الأمريكي للتراجع عن اتخاذ مثل هكذا قرارات. برأيك إذا خرج قرار بذلك الشكل، أن هذه الجماعة هي جماعة إرهابية وتصنف هي وجميع فروحها وجميع من يتبع لها الآن، كيف ممكن أن تستقبل هذه الجماعة في ليبيا هذا القرار، وكيف من الممكن أن تتعامل معه؟ الحقيقة جماعة الأخوان المسلمين كما عهدناها جماعة انتهازية بامتياز، وبالأخص هو الحزب الذي انبثق عنه وهو حزب العدالة والبناء ذو الأسماء المتعددة في تركيا وفي مصر، جميعها تتحدث عن العدالة ولا تعرف من العدالة إلا الاسم أو الرسم. سوف تقوم بتغيير هذا الموضوع وسوف تظهر من جلباب هذا الموضوع وتتحدث بأن ليست ذو مرجعية إسلامية وبأنها لا تمت لجماعة الأخوان المسلمين. في كثير من تصريحاتهم وكثير من قيادتهم عادة ما ينأون بأنفسهم بأنهم لا ينتمون لجماعة الأخوان المسلمين وبأنهم ذو مرجعية تعتبر محافظة، وأنهم ينتمون إلى ما يعرف ب بوست إخوان أو ما بعد الإخوان، وبأنهم محافظين وبأنهم لا ينتمون لهذه البنية التحتية الفكرية ذات الإرهاب المتطرف، على غرار ما يتبنى هذا الطرح حزب الإخوان المسلمين في المغرب وحزب الإخوان المسلمين الموجود في تركيا بأنهم متطورين وبأنهم بوست إخوان وبأنهم لا ينتمون لهذا التيار ولهذا الفكر وبأنهم محافظين لا أكثر لا غير. طيب على 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 ذكر الأذرع الخارجية لهذه الجماعة، الآن دعني أسألك مع عملية التضييق على قطر وأيضا صدمة تركيا إذا خرج مثل هذا القرار الآن، مستقبل هذه الدول التي دعمت هذه الجماعات ومن ولاها، برأيك مستقبل هذه الدول في المنظومة الدولية وفي المجتمع الدولي، هل سوف يأتي الدور عليها كدول وكأنظمة حاكمة أيضا؟ نعم، نحن لاحظنا من العام الماضي عند تقريبا في شهر يونيو 2017 عندما تحركت دول الخليج، نتحدث عن الإمارات وعن السعودية وعن مصر وعن البحرين، عندما شنت هجوما شرسا على جماعة الإخوان المسلمين وعلى الجماعات المتطرفة وفضحتها وكشفت القناع عنها في كثير من دول العالم، تحديدا في دول اتخاذ القرار الفرنسيين والإنجليز وفي الولايات المتحدة،
وضغطت على هذه الدولة وحصرتها في خانة ميار في خانة اليك وجعلتهم في دور المدافع لا أكثر. في تصوري بأن القطريين دفعوا كثيرا من الأموال في سبيل أن يدافعوا على أنفسهم، ومن مجعلهم يقدموا كثيرا من التنازلات وبأنهم لا ينتمون لهذا الفكر ولا هذا التيار. ولكن حقيقة الأمر قطر وعبر أذرعها من قناة الجزيرة ومراكز الأبحاث فيها تعتبر المنصة الرئيسية لدمار ليبيا ولدمار كثير من الدول عبر تبنيها لهذا التيار ولهذا الفكر المتطرف. نعم، شكرا جزيلا لك السيد فيصل براجة المحلل السياسي والمهتم بقضايا الأمن القومي، كنت معي عبر الهاتف من طبرق، شكرا جزيلا لك. قال السفير الفرنسي لدى مصر ستيفن روماتين قضية ليبيا تمثل قضية حساسة وشائكة لمصر وفرنسا. روماتين وفي تصريح صحفي على هامش احتفال القنصلية الفرنسية بعيدها الوطني قال إن الأولوية لفرنسا ومصر حاليا هي تنفيذ ما تم توقيعه من خرائط سلام حول ليبيا على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود فرصة لدفع المسار السياسي لإنهاء هذه الأزمة بالتعاون مع الجانب المصري. جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التأكيد على ضرورة دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا بما يضمن الحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها. وقال أبو الغيط في كلمة ألقاها أمام المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في بكين قال إن الجامعة العربية تقوم بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لمرافقة الأطراف الليبية لاستكمال المسار السياسي وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المتبقية. عقدت في تونس ندوة دولية حول ليبيا بعنوان ليبيا اليوم والمجتمع والسياسة والمجال، التقرير التالي والتفاصيل. نظم معهد البحوث حول المغرب العربي المعاصر ندوة دولية حول ليبيا بعنوان ليبيا اليوم المجتمع والسياسة والمجال. الندوة عقدت في تونس وشارك فيها سياسيون ودبلوماسيون وباحثون من عدة دول من بينهم السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ورئيس جامعة طرابلس. ودعت السفيرة الفرنسية في ليبيا برجيت كورمي خلال كلمة ألقتها أثناء الندوة دعت الباحثين للتعمق في دراسة وفهم الملف الليبي وذلك للوصول إلى معرفة حقيقة المشاكل التي تحدث داخل المجتمع الليبي، مضيفة أن هذا اللقاء يرسم خارطة لهذه الأزمات ويسلط الضوء على مختلف أبعادها لفهم حقيقة المشكلة في ليبيا. أخذ مسارا جديدا ونطاقا أوسع، إذن فضلا وبغض النظر عن التجزؤي والذي تعيشه البلاد، فمثل ما تعرفون فان الأزمة السياسية التي تمر منها البلاد بالإضافة الى قد تسببت في أزمة حوكمة تعود الى اسباب في ليبيا وتسببت بدورها في أزمة إنسانية، ولهذا السبب نحن في حاجة الى توضيح العناصر العميقة التي تقف وراء الأزمة التي حصلت اليوم. وأكدت كورمي أن فرنسا تؤمن أن الجامعات لها مكانة خاصة لتعزيز المواطنة، لذلك نحن تواصلنا مع جامعة بنغازي وطرابلس والزاوية وسنعمل على تمويل وجبر الضرر الذي طال المباني في ليبيا. وتأتي هذه الندوة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودار الكتب الوطنية بتونس والسفارة الفرنسية بليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية التي ستستمر على مدى يومين للمحاولة للخروج برؤية شاملة ومقاربة حول الحلول الممكنة للأزمة الليبية الراهنة بكافة أبعادها. لقناة ليبيا الحدث، خالد أطلوبة. أصدرت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بيانا أكدت فيه كسبها لقضيتين اثنين لصالحها، الأولى تخص شركة اف ام كابيتال ضد رئيسها التنفيذي السابق تتعلق بعمليات احتيال وفساد مالي، والثانية بخصوص شركة كيناليست والتي تم رفض طلبها للاستئناف وتأييد الحكم الأول الصادر لصالح المحفظة. هذا وأشادت المحفظة في بيانها بالدور الكبير الذي يقوم به العاملون فيها في التصدي لعمليات الاحتيال والاختلاس والفساد المالي.
أقر وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور مسعود صوى بتعيين 20,000 باحث عن العمل في البلديات التابعة للحكومة المؤقتة، وجاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة رقم 15 لعام 2018 بإعطاء الإذن لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتعيين عدد 20,000 من الباحثين عن العمل بالبلديات بعد إنهاء اللجان من فرز أسماء الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط بالبلديات وحسب حصة كل بلدية. العملية مرت بمراحل مضنية ومتعبة لكافة الموظفين في قطاع العمل سواء في البلديات أو في ديوان الوزارة، اشتغلوا ليل ونهار في لجان المقابلة ولجان الفحص ولجان الإدخال والبحث المقارنة الازدواجية وما إلى ذلك حتى وصلنا إلى هذه المرحلة. اليوم نباشر في توقيع عدد 8 بلديات من بينها بنغازي، البلديات كلها اللي توقع اليوم في المنطقة الشرقية إن شاء الله حتستمر تباعا ممكن من هنا إلى يوم الأحد ننهو المنطقة الشرقية والأسبوع القادم نبدأ في المنطقة الغربية أو الجنوبية حسب اللي توفر من البيانات اللي يجهز من البيانات. طبعا البيانات كلها جهزت من مكاتب العمل وتحولت إلينا، لكن تجهيزها داخل ديوان الوزارة داخل مركز التوثيق والمعلومات يحتاج بعض الوقت. اللي نطلبه من وسائل الإعلام أنها تركز على هذا الحدث المهم حتى تعلن للباحثين عن عمل، تعطينا فرصة من خلال قنواتكم الموقرة، يعطونا فرصة لشرح العملية، لشرح لتوجيه باحثين العمل كيف الإجراءات اللي تتخذ. عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اجتماعا أمنيا موسعا برئاسته وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ومدراء أمن الجنوب الشرقي لليبيا، وذلك لبحث تأمين المنطقة والأهداف الحيوية التي تضمها. وجاء ذلك في عقاب الهجوم الإرهابي على مقر منظومة مشروع النهر الصناعي الواقعة بمنطقة تازربو. هذا فيما ناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية في المدينة وضرورة حماية الأهداف الحيوية بها وآليات تشكيل قوات من مختلف مديريات أمن المنطقة لحماية كافة الأهداف الحيوية وتأمين الطريق الصحراوي بالكامل، إضافة إلى تسيير دوريات صحراوية من شأنها الحد من التهريب والهجرة غير الشرعية وتحرك الجماعات الإرهابية وصد أي هجمات محتملة. أقيم حفل افتتاح مكتب الخدمات الضمانية سوسة والذي سيغطي كامل المنطقة الساحلية الممتدة من رأس دهلال إلى مرتفعات شحات. التقرير التالي والتفاصيل. بهدف تسهيل تقديم الخدمات الضمانية في كامل المنطقة الساحلية الممتدة من رأس دهلال إلى مرتفعات شحات، أقيم حفل افتتاح مكتب الخدمات الضمانية سوسة والذي سيغطي كامل المنطقة الساحلية. ونبارك لأهلنا في مدينة سوسة بناء هذا المكتب النموذجي والذي يخدم شريحة المتقاعدين بصفة خاصة وجماهير المضمونين بصفة عامة. حفل الافتتاح حضره رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي وعدد من مدراء الإدارات، حيث كان في استقباله عيان ومشايخ منطقة سوسة وموظفي مكتب الخدمات. وألقيت خلال الحفل عدة كلمات أثنى جميعه على كل جهود المبذولة في سبيل إتمام هذا المنجز العام. فنحن من ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر أهلنا أينما كانوا وفي هذه الحالة في مدينة سوسة الغالية الجميلة بأهلها، أن تمكننا من أن يصبح هذا المشروع واقعا ملموسا بعد أن كان فكرة وحلما. مكتب خدمات سوسة سيقدم خدماته لشريحة المتقاعدين والمكفولين من صندوق الضمان الاجتماعي، ويهدف إلى تسهيل هذه الخدمات في كامل المنطقة الساحلية، كما يعد خطوة متقدمة لإيصال الخدمات لكافة المواطنين بكافة المدن والمناطق الليبية. يواصل جهاز تنفيذ المشروعات فرع المنطقة الغربية بالحكومة المؤقتة استكمال تنفيذ المشروعات المخصصة لبلدية الزنتان رغم العراقيل والصعوبات. الصعوبات والعراقيل التي تواجه جهاز تنفيذ المشروعات فرع المنطقة الغربية، إلا أنه يسعى جاهدا
لاستكمال أولى المشاريع المحالة إليه من قبل الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة. هذه المشاريع المزمع عقدها والتي تعثرت معظمها بسبب منع ورود الميزانية والتي استكملت أغلبها بالأقراض من قبل مصرف ليبيا المركزي بالبيضة. الجهاز المشرف على المشاريع يؤكد على جهوزية الانتهاء من طريق المدينة الرياضية جزيرة الدوران ببلدية الزنتان والطرق الفرعية منه والذي يعد الطريق الرئيسي على مستوى الجبل. ما هو ثاني يوم نتابعه في مشروع المدينة الرياضية الجزيرة، وظيفتنا كمكتب مراقبة الجودة نتابعه في السيارات الاسفلت اول ما تجي نشوفه في درجة الحرارة بحيث تكون من ضمن المواصفات، نتابعه من ناحية سمك الطبقة مثل ما متعاقدين معها في المشروع تكون في حدود 6 سنتيمتر. والآن إن شاء الله حناخذ العينة ونجري على اختبارات لدى أحد المعامل المعتمدة لدى الجهاز. من ضمن عرقلة المشاريع مادة الإسفلت الساخن والتي توضع عند نهاية إنجاز المشروع، ونظرا لعدم توفر هذه المادة وعدم مقدرة الشركات المتعاقدة على التنفيذ من الحصول على مادة الإسفلت والذي شرع الجهاز بمخاطبة المؤسسة الوطنية للنفط بتوفير هذه المادة. هي توفير مادة طبقة الإسفلت الساخنة وهي مادة الإسفلت. زي ما تشوفوا ممكن الشهور الأخيرة كلها المشاريع ممكن ما يقارب عن 30 مشروع متوقفة على طبقة الإسفلت الساخنة. لو توفر القطران كانت المشاريع كلها توفر في غضون شهر، اللي تحصلنا في الفترة هذه عن كمية بسيطة من طبقة الإسفلت الساخنة. ويعتبر مشروع طريق المدينة الرياضية جزيرة دوران ببلدية الزنتان أولى المشاريع التي استكملت الأعمال بها لتفتح الطريق أمام المواطنين. افتتح صباح الخميس عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار قسم جراحة الصدرية بمستشفى الجلال الجراحة والحوادث في بنغازي بحضور كل من وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى ومدير مستشفى الجلال وبحضور رؤساء الأقسام وعدد من الأطباء والأطقم الطبية المساعدة بالمستشفى. هذا كما تم تدشين أعمال مشروع صيانة وتطوير أجنحة العمليات لمستشفى الجلال للجراحة والحوادث. هذا وعقد عميد بلدية بنغازي عقب افتتاح قسم الجراحة الصدرية اجتماعا بمستشفى الجلاء لمناقشة كل ما يتعلق بسير عمل المستشفى ومعالجة ما يواجهه من احتياجات وصعوبات، من أهمها النقص في الأدوية والمعدات الطبية وكذلك بعض الخروقات الأمنية التي يتعرض لها المستشفى بين الفينة والأخرى. أجرت مصر وبريطانيا تدريبا بحريا عسكريا مشتركا في البحر الأبيض المتوسط بحسب بيان للجيش المصري. وأفاد البيان الذي نشره المتحدث باسم الجيش أن التدريبات تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات التي تضمنت تنفيذ سيناريو واقعي للتدريب على مكافحة الإرهاب ومواجهة تهديدات الأمن البحري وحماية الأهداف الحيوية ضد التهديدات غير النمطية وتنفيذ تشكيلات إبحار والتدريب على تبادل طائرات الهليكوبتر على متن الوحدات نهارا وليلا وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش بالتبادل بين الجانبين والتدريب على كيفية توفير الحماية للوحدات البحرية أثناء عبورها للمناطق الخطرة، إضافة إلى التدريب على الرماية بالذخيرة الحية وتدمير الأهداف السطحية المعادية بالقطع البحرية المشاركة. اتهمت الخارجية السورية التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بمقتل حوالي 30 مدنيا خلال غارة له على بلدتي الباغوس فوقاني والسوسة بريف البوكمال في محافظة دير الزور. وقالت الخارجية في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي: لا يمكن تبرير هذا العدوان الغادر ولا الحجج التي سوقها التحالف لتبرير المجزرة التي ارتكبها، لأنه يعرف جيدا جغرافية المنطقة. هذا وطلبت الحكومة السورية من جديد الأمم المتحدة بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والقيام بدورها بكل نزاهة وحيادية وعدم السقوط في مهاوي السياسات الأمريكية والإسرائيلية والغربية التي فقدت مصداقيتها وأصبحت مثارا للسخرية والاستهزاء في أوساط الرأي العام العالمي.
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن المساعد السابق والحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن تم ترحيله إلى تونس. وذكرت مصادر إعلامية أن الحارس الشخصي لبن لادن الذي يبلغ من العمر 42 عاما وتم حجب لقبه لدواعي الخصوصية تمت إعادته إلى تونس صباح الجمعة على طائرة تجارية. وجاء الترحيل رغم قرار في اللحظة الأخيرة من محكمة تجليز نيكشن الإدارية بوجوب الإبقاء عليه في ألمانيا حتى تتلقى برلمين ضمانات بأنه لن يواجه التعذيب في وطنه. هذا وكان الحارس الشخصي يعيش منذ عدة سنوات مع زوجته وأطفاله في مدينة بوخوم الغربية، لكن السلطات الألمانية اعتبرت أنه يشكل تهديدا للبلاد وتم احتجازه من فترة سابقة. صادرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة أسلحة تركتها ميليشيات الحوثي الإيرانية بعد هروبها من ساحات المعارك في الحديدة غربي اليمن، في حين استهدفت طائرات التحالف العربي موقعا للمتمردين في صعدة معقل المتمردين. هذا فيما عثرت ألوية العمالقة العاملة ضمن القوات اليمنية المشتركة على أسلحة ومعدات ثقيلة ومتوسطة أثناء تمشيطها للمزارع الفاصلة بين مدينتي التحيتة وزبيدة في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن. هذا وكشفت ألوية العمالقة عن ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية على الطريق العام في مدينة التحيتة، حيث قامت الفرق الهندسية بنزع الألغام وتطهير المناطق التي انسحب منها المتمردون. تشتهر مدينة ترهونة بالزيتون الأبيض الذي يعد نوعا نادرا في أفريقيا، فمزرعة الزيتون الأبيض في ترهونة تعتبر هي ثاني أكبر مزرعة للزيتون في العالم بعد مزارع إسبانيا، فمساحتها حوالي 20 كيلومترا مربع. التقرير التالي والتفاصيل. قد يستغرب المشاهد من هذا اللون الذي تكتسبه هذه الزيتونة التي يظنها البعض إنها لم تنضج بعد. من الطبيعي رؤيتك لزيتون بلونيه الأخضر والأسود، ولكن الغريب زيتون بلون أبيض. في ليبيا وفي مدينة ترهونة تحديدا في مزرعة العم أحمد جبلة توجد شجرة زيتون فريدة من نوعها على مستوى البلاد، حيث أن هذه الشجرة تنتج زيتونا بلون أبيض، هذا الأمر الذي يجعلها مختلفة عن بقية الأشجار. مالك المزرعة قال بأنه عثر على هذه الشجرة أثناء جولته الأولى في المزرعة عند ملكيته لها بعد خروج الاحتلال الإيطالي قبل 7 عقود، وأن محاولته لزراعة شجرة قريبة منها باءت كلها بالفشل. بالإضافة إلى أن هذه الثمار لها فوائد صحية وغذائية كبيرة جدا، حيث يصنع منها الزيوت التي لا تحتوي على نسب الكوليسترول المضرة لمرضى القلب. زيت الزيتون المنتج منها له ذات اللون الأبيض التي يشتهر بالمذاق الحلو، ويقول أطباء مختصون بأنه مختلف تماما حيث يستخدم في أمور تجميلية. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. أهالي وعيان جردس العبيد يجددون دعمهم للقيادة العامة للقوات المسلحة. مجلس النواب والحكومة المؤقتة ينعيان نجل الشهيد عمر المختار. وذكرى حرق مطار طرابلس وانقلاب جماعة الإخوان الإرهابية على الانتخابات الديمقراطية. وللمزيد من الأخبار مشاهدينا تابعوا قناة ليبيا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب تويتر وتليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هاتفكم المحمولة، كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر الموقع الرسمي للقناة ليبيا الحدث .net. شكرا مشاهدينا لطيب المتابعة وفي أمان الله.